صباح الخير طلاب صف الخامس. خلصنا الموارد المعدنية والصناعة، اليوم راح ناخذ موضوع جديد وهو وسائط النقل وطرقه. نستخدم في تنقلاتنا اليومية العديد من وسائط النقل، منها السيارات والقطارات في المسافات القصيرة، ونستخدم الطائرات أو البواخر إذا كانت المسافات طويلة. فهسه راح يكون عندي هنا سؤال، ما هي أنواع وسائط النقل؟ ما هي أنواع وسائط النقل؟ واحد، السيارات والقطارات للمسافات القصيرة. اثنين، الطائرات أو البواخر للمسافات الطويلة. يوجد في وطننا العراق العديد من طرق النقل التي تنتشر في جميع محافظات العراق، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، هي الطرق البرية والطرق المائية والطرق الجوية. نأخذ أول شيء الطرق البرية. تشمل طرق السيارات والسكك الحديد، وتنتشر في أغلب محافظات العراق لتخدم جميع المدن والقرى التي تمر فيها. آية الحفظ الطرق البرية. الطرق المائية تشمل الطرق النهرية وتضم نهري دجلة والفرات وشط العرب، وتسمى بطرق النقل المائية الداخلية. إذا الطرق المائية نوعين، عندنا طرق نقل مائية داخلية وطرق نقل مائية خارجية. فأول شيء راح يكون عندنا تشمل الطرق النهرية وتضم نهري دجلة والفرات وشط العرب، تسمى بطرق النقل المائية الداخلية. أما النوع الآخر يشمل الطرق البحرية ويطلق عليها طرق النقل المائية الخارجية. طرق النقل المائية الخارجية. إذا الطرق المائية نوعين، طرق نقل مائية داخلية تتمثل بدجلة والفرات، وطرق النقل المائية الخارجية اللي تتمثل بالطرق البحرية. تعد ذا أهمية كبيرة في التجارة، فيصدر العراق عن طريقها منتجاته النفطية وغيرها إلى أغلب دول العالم. يمتلك وطن العراق أسطول تجاري يضم العديد من البواخر والسفن وناقلات النفط العملاقة. كما يمتلك العراق موانئ مطلة على الخليج العربي كميناء قصر والمعقل والبصرة، يصدر ويستورد عن طريقها مختلف البضائع. هنا راح يكون عندي علل، شوية العلل مو واضح، أنا راح أرد لكم إياه. علل لطرق النقل المائية أهمية كبيرة في التجارة. أعيد، لطرق النقل المائية أهمية كبيرة في التجارة. الجواب، تعد ذا أهمية كبيرة في التجارة لأن العراق يصدر عن طريقها منتجاته النفطية وغيرها إلى أغلب دول العالم، ويمتلك وطننا أسطول تجاري يضم العديد من البواخر والسفن وناقلات النفط العملاقة. كما يمتلك العراق موانئ مطلة على الخليج العربي كميناء قصر والمعقل والبصرة، يصدر ويستورد عن طريقها مختلف البضائع. ثلاثة، الطرق الجوية. نظرا لأهمية موقع وطننا والتطور الكبير الذي تشهده أغلب مدنه، فقد أنشئ فيه العديد من المطارات في مدنه كمطار بغداد وأربيل والبصرة والنجف الأشرف، وفي المستقبل سوف يتم إنشاء مطارات أخرى في مدن أخرى. فهنا راح يكون عندي علل إنشاء العديد من المطارات. شنو السبب اللي خلانا نسوي العديد من المطارات؟ الجواب، نظرا لأهمية موقع وطننا العراق والتطور الكبير الذي تشهده أغلب مدنه، فقد أنشئ فيه العديد من المطارات كمطار بغداد وأربيل والبصرة والنجف الأشرف. هذا الجواب للتعليم. شكرا جزيلا.